السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله تاني يوم العيد، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة هبدأ كده الروتين بتاعي معاكم بإذن الله. النهاردة الصبح هنقوم من النوم، نفتح الشبابيك بتاعتنا ونهوي الشقة بتاعتنا، لأن إن شاء الله الفيديو دوت في حاجات كتير بإذن الله هنعملها بالفيديو، هتشوفوها معايا. يلا كده نسمي الله ونحط لايك للفيديو، توصل الفيديو دوت لأكبر عدد من اللايكات، ويلا بينا كده يا جماعة نشوف الروتين بتاعنا النهاردة. زي ما انتم شايفين أول حاجة هنعملها طبعا شغلنا التلفزيون بتاعنا على القرآن الكريم، لأن احنا طبعا لسه الصبح والنهاردة الجمعة، جمعة مباركة عليكم يا رب. هنبدأ بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح الشبابيك بتاعتنا كده علشان ايه، نهوي الشقة بتاعتنا. الشمس برضو تدخل كده والهواء يدخل، ماشي؟ نفس الشيء برضو هنا. تعالوا بقى، طبعا يعني زي ما انتم عارفين الشقه لسه نظيفه بقى، يعني ما فيش اي حاجه، بس يا دوبك لو في شويه عفره ولا في اي حاجه هنا عشان نعمل اي حاجه، حاجات خفيفه كده. لان طبعا من امبارح الشبابيك بتبقى مفتحه، وممكن يكون في شويه تراب، في شويه عفره ولا حاجه، حاجه كده خفيفه يا دوبك كده ايه على الماشي. تمام، بس لو في حاجتنا ايه. طبعا بقى البلالين، اهم حاجه البلالين في العيد لازم شيماء كل يوم على بيات كده الفجر تقوم تنفخها وتحطها كده في قلب الشقه كلها، عند الاوض بتاعتها والانتريه، في كل مكان تبص تلاقي البلالين فيه. هي اصلا ما بتحبش، يعني ما بتحبش تفوت ولا عيد الا ما بتنفخ بلالين. خلاص بقى هننضفنا الكراسي هنا برضه، لو في اي حاجه هنا ولا حاجه اهوت، هنشيل بس الحاجات اللي هنا دي عشان لو في مثلا سوداني في اي حاجه. كده خلاص هنكنس بس يا دوبك كده كنس خفيف، لان يعتبر كل حاجه نضيفه، يعني ما فيش حاجه نقدر ان هي تتوسخ مننا. تعالوا بقى كده هنا. ده كده يا جماعه كده بقى خلصنا هنا الانتريه بتاعنا. هنيجي هنا بقى طبعا في الصاله، هننضف برده الصاله بتاعتنا اهو. هنا بقى كده برده ايه، هنمسح الترابيزه، لان نشيل بس الفازه بالراحه كده لو في عفره ولا في اي حاجه. ده طبعا انا يعني ايه المفروض كنت افرشها تحت الازاز، بس هي عشان فيها خرز وكده فما تنفعش ان هي تتفرش تحت الازاز. هنطبق برضو مش لو في اي عفره ولا في اي حاجه. ده هنا برضو يا جماعه اوضه الاطفال، خلاص رتبناها ونظمناها برضو. ده طبعا فرش العيد بتاعها اهو زي ما انتم شايفين. هنا برضو السور التاني زي ما انتم شايفين اهو. خلاص خلصنا هنا، هنخرج بره على الزرع عشان نسقيه، لان في ورد بره وحاجات في البلكونه. تعالوا يلا، احنا يعني انا بحاول ان انا اجدد لكم في الفيديوهات على اساس ان احنا يعني ايه ننوع شويه، ونحاول ان انا انزل لكم حاجه جديده على اساس ان احنا ان شاء الله بعد العيد هننزل برضو فيديوهات تانيه اللي انتم دايما بتحبوها معايا. تعالوا، انا كنت شيشت عشان اقفل، عشان طبعا انت عارفين الجو حر وكده، علشان الدبان ما يدخلش. ده ورد بلد يا جماعه اهوت. تعالوا بقى برضو في هناك في الجيمه الثانيه برضو. ده برضو اهوت هنا اهو، نسقي برضو الورد كده اللي هنا. ده الجردل ده بقى فيه برضو ورد بلدي، بس هو يعني ايه لسه قايم ينبت. وفي دي شتل طماطم اللي انتوا شايفينه ده اهو، لان برضو فيه هناك في المكان التاني في طماطم، وطلعت يعني طلعت ما شاء الله، بس هي لسه خضرا يعني لسه ما احمرتش. هتبقوا برضو ايه، هبقى اوريها لكم كده وتشوفوها ان شاء الله معايا. إيه خلي بالكم يا جماعه ده مش شتل، يعني
في ناس ممكن تقول تجربة شكلها مش هيبقى زراعة. لا يا جماعة، دوت الجردل ده كان فاضي، يعني هو كان فيه زرع وكده، فلما شلت الزرع منه كان فيه فول، يعني على فكرة كان فيه فول، ولما كبر بقى وطلع وكده، فأنا رحت جايبة طماطمية، طماطمية، ورحت ماسكاها في عصاها في قلب الجردل ده، نزلت كل البذر اللي فيه، وبسم الله ما شاء الله شايفين بقى البذر عمل ايه، عمل شكل طماطم زي ما انتم شايفين كده. ده طبعا الشكل ده ورد بلدي، بس هي لسه يعني ايه قايمة تتضرر وكده. تمام، ده يعني ده برضو ما شاء الله امي زهر اهوت، ده شتلة هيت، ده ورد بقى ايه زهر، عارفش دوت دي تقريبا فل او تقريبا دي ياسمين او حاجة زي كده. اه انا بصراحة والله نسيت الاسم بتاعه. تعالوا بقى يلا نروح البلكونة التانية، ده برضو في نفس البلكونة اللي انا برمي فيها الزرع زي ما انتم شايفين. انا حاطة الفراخ الصغيرة هنا اهيت، ومعاها رومي، وبرضو كان البطة كانت هناك في المكان اللي كان هناك، كانت مطلع لي 5 بطات، بس هو ما بصراحه يعني ما صوفيش الا على 3، فانا قلت هي مش مستاهلين بقى، لان انا كنت سبتهم كانوا بيجروا ورا امهم وكده، فانا قلت هسيبهم بقى اجرب تربيه امهم، لان بصراحه ما كنتش بسيب امهم تربيهم خالص. فلما لقيتهم 5 كده، ورحت هناك على فجاه لقيتهم بيجروا ورا امهم وكده، فلقيت منظرهم حلوه، وقلت لا هسيبهم بقى امهم تربوهم. بس للاسف يا جماعه لقيت لقيتها موتت 2، او ما اعرفش بقى هم يعني ممكن حاجه موتتهم، مش يعني مش عارفه بصراحه والله ايه اللي موتهم. فانا قلت بدل ما يموتوا بقى واحده ورا واحده، اقوم جايباها من وراها واقوم حطاهم مع الفراخ هنا، لانهم مش مستاهلين يعني. فان شاء الله هنبدا برضو بعد العيد باذن الله، هنبدا ان احنا نعمل لكم برضو فيديوهات ان شاء الله، وهنعمل برضو خلطات يعني جديده باذن الله تستفادوا منها. تعالوا بقى نروح يلا البلكونه لغايه ونسقي فيها الزرع برضو، ونكمل بقيه الروتين بتاعي. دي يا جماعه بقى ده روزماري، ده اللي ده انا كنت زرع يعني كنت شاريه جاهز كده، كان مزروع يعني كان لسه صغير خالص، بس بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كبر وفرع، شايفين اهو. ده الروزماري اللي هو احنا بنبقى نجيبه من عند العطار، بس بيجي مجفف كده، فانا برده هنسقيه اهوت ونفر، بحط بقى عليه ميه كلته كده اهوت، علشان ايه لو فعفر ولا حاجه يعني اعتبر بغسله اهو. هنحطه بقى هنا اهوت عشان لو في ميه عايزه تسقط ولا حاجه. على ما يخلص الميه بتاعته هقوم حاطه تاني على البلكونه. دي برده يا جماعه الزرعه دي اسمها سجاده، يعني اهي برده هنشطفها كده، نحاول بس ان احنا نشطفها عشان لو في عفره ولا حاجه كده اهو، بس خلي بالكم لانها حساسه، اي حاجه يعني ايه تبص لها تتقطم بسرعه. هنسيبها بقى كده اهوت. ده كده يا جماعه خلصت معاكم الروتين اهوت، يعني هو كان روتين سريع كده، يعني ايه قلت اغير معاكم ان شاء الله شويه في الفيديوهات. هقول لكم بس على حاجه بسيطه جدا كده هتحصل النهارده فعلا والله يا جماعه، ربنا سترها والحمد لله ان هي عدت على خير. علشان كده دايما بقول لكم دايما القران يبقى شغال عندكم ليل ونهار، القران يبقى شغال في البيت، ما تقطعوش القران ابدا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. انا يعني احنا يمكن بننام والقران شغال، يمكن عشان كده برده ربنا دايما بيسترها معانا، بقول الحمد لله. ايه اللي حصل بقى النهارده؟ النهارده طبعا انا كنت مطلعه روميه كده من الفريزر، وكنت مطلعه كام فرخه معاها، قلت يعني ايه اقوم الصبح كده اعلق، وعلى اساس مثلا لو حد ضاف جنه ولا حاجه مش معقول ان انا هسيبه واقوم ان انا اطبخ او اعمل، فبقوم بدري ان انا يعني ايه اخلص كل اللي ورايا. فلاجل ستر ربنا يا دوبك احنا علقت على الزفر اللي انا علقت عليه، وكانت النار قايده فعلا والله يا جماعه. انا كل ما بفتكر المنظر بقول يعني بحمد ربنا وبشكر فضله، بقول الحمد لله. لاجل الحظ الانبوبه كانت يعني ايه، يعني انا لسه داخله بالصدفه كده لقيت ريحه الغاز مقابلاني، والبوتاجاز قايد، يعني هو يعني شوف ستر ربنا. انا لما بتمعن او بفتكر المنظر بقول الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب ان هو عداه على خير. لقيت الانبوبه عماله توش من كتر الغاز وطلوع الغاز، يعني الانبوبه ذات نفسها اللي الله اعلم بقى اللي الصاموله كانت حلقه او فيها حاجه ما اعرفش، بالرغم ان انا يعني بقالي كام يوم كنت ايداها وما كانش في اي حاجه. لاجل الحظ النهارده الصبح كده لسه داخله المطبخ بالصدفه لقيتها عماله تطلع صوت، يعني بتطلع صوت مسموع، الصوت اصلا كان مسموع، ولاجل الحظ كمان ان البوتاجاز كان قايد على الزفر. فروحت على طول طافيه العين بتاع الانبوبه، ورحت طافيه الانبوبه. فتخيلوا بقى معايا المنظر ده لو كان لا قدر الله يعني الغاز فعلا كان ملى المطبخ والعين شغاله وايده، كان ايه اللي هيحصل النهارده؟ كان اقل حاجه كان هيحصل كارثه جامده في قلب الشقه. فعلشان كده بقول يا رب ابعد العين عننا، بقول يا رب استرها معانا دايما، ودايما يا جماعه بقول لكم دايما شغلوا القران في البيت زي ما احنا مشغلين كده، قول يا رب استرها، ودايما يعني
دايما يا جماعه حاولوا ان انتوا تشغلوا قران، حاولوا ان انتوا تشغلوا رؤيه شرعيه، الحاجات ديت في اللي دايما شغلوا سوره البقره. هو فعلا والله يمكن انا بعمل دايما كده على طول في قلب الشقه، فيمكن دوت مثلا يعني الله اعلم بقى، ده يمكن ده علشان بيتكلم او ده علشان بيتكلم، يعني دايما على طول شغلوا القران، دايما على طول شغلوا سوره البقره، ونقول الحمد لله في الاول والاخر ان ربنا سترها وعدها على خير. يعني بس هقول ايه اكتر من كده، هقول ربنا يسترها خلاص وربنا يعدها على خير يا جماعه. اللي انا عايزه اقوله يا جماعه ان فعلا العين حق، خدوا بالكم من الحته ديت وربنا يسترها، وربنا يسترها معانا ومعاكم ومع الجميع باذن الله. فان شاء الله برضو استنونا في الحلقه الجايه، هيبقى برضو في روتين تاني ان شاء الله هعمله لكم، على ما بس الناس تفوق كده من العيد وتبدا ان هي تفوق له الطيور شويه. فان شاء الله هنبدا ان احنا بقى ننزل بفيديوهات الطيور، فباذن الله الفيديو الجاي هيبقى بقى ايه، هفتح معاكم الفسيخ وكده، وهعمل باذن الله برضو روتين معاكم. تمام، ما تنسوش تحطوا لايك يا جماعه للفيديو لو وصلت لنا لغايه هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.